هناك أوقات في حياتك تغامر فيها بكل ما تملك. أوقات تصل فيها إلى أعماق ذاتك. تعي خلالها أن عليك أن تبذل قصارى جهدك، لأنك إذا بذلت أقل من ذلك فلن تتم عملك. في أوقات كهذه تكتشف حقيقة ذاتك. هذا إذا بقيت حيا. يا ويلي، ما هذه الرائحة النتنة؟ ستزاول تمارينك الصباحية؟ نعم أيها المعلم، فالناس نائمون. انضباطك يستحق المديح ليوناردو، أتمنى لك التوفيق، ولكن لا أظنك تفكر في العودة للبحث عن المخبأ وحدك. ولما أفعل هذا؟ ألأن الأنفاق مليئة بأثار عصابة نينجا المشاة، نضطر إلى الاختباء في بيت إيبريل كالجبناء؟ إنك تسأل الآن سؤالا ليس بسؤال. لكي نهزم أعداءنا يجب علينا أن نتعاون معا كفريق واحد متكامل، ليس كأفراد متهورين. أفهم كلامك جيدا أيها المعلم، لكني الآن أتساءل، مع رحيل شرادر على ما تنوي عصابة نينجا المشاة؟ اصبر قليلا بني، أشعر بأننا سنعرف ذلك قريبا جدا.
يا ويلي، لقد نمت على يدي حتى خدرت ووقعت على وجهي، فظننت أن أحدا صفعني. ألا تكره ذلك؟ الكلمات تخذلني دائما. سأدخل الحمام أولا. لدي فعلا 4 سلاحف وجرذ تنام في منزلي. لقد ظننت أنني أرى كابوسا. هاي، ما الذي يحترق؟ إن مايكل يطهو. أوه، هاي، تودون تناول عجة البيض صحيح؟ ثانية. يا جماعة، أين ليو؟ إنه يزاول تمارينه الصباحية. إن لم يعد قريبا فسوف يبلله المطر. السماء ملبدة بالغيوم. هذا اليوم عن غيره. أطفال. آسف أبريل. نعم، نحن آسفان جدا. هل لديك غراء؟ لا عليك، أفهم صعوبة أن يعيش 6 أشخاص في شقة صغيرة كهذه. سوف نرحل من هنا حالما نستطيع ذلك، اطمئني. لا تسئ فهمي، أنا أحبكم، ولكن شقتي صغيرة جدا. سنرحل حالما تغادر عصابة نينجا المشاة الأنفاق المحيطة بمخبئنا. أيمكنني مساعدتك في حمل هذه الصحون الرقيقة جدا مايكي؟ لا عليك، شكرا. إنه تدريب النينجا. قولوا ما تشاءون عن مايكي، لكنه يجيد صنع عجة البيض. أيفترض أن نظن أن أداب المائدة هي جزء من تدريباتهم أيضا؟ يفترض هذا. ألا ينبغي أن يكون ليو قد عاد الآن؟ هاي، أنت تعرف جيدا أن ليو هو الوحيد الذي يجب ألا تقلق عليه أبدا.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أتحتاجني المساعدة؟ أبعداه عن الصحون. نعم لقد نجحت الفكرة. هل توافق معي أن حالته تزداد سوءا؟ لا بد من أن ليو مجنون ليبقى في هذا الطقس. أنت تعرف تدريباته جيدا، لا شيء يردعه. فرق تسمى بالنمور والجديان والدبابة وحتى الدلافين، أليس لديهم فرق بأسماء الزواحف؟ كالسلاحف؟ للأسف الشديد يا صديقي، المجتمع يعتبر السلحفاة متخلفة جدا من حيث سرعة حركتها، يجب أن تعرف هذا. ماذا قلت؟ أعيروني انتباهكم رجاءا. هذا ما أعايشه طوال الوقت. رجاء هذا كرم منك. لا أصدق أني صفقت على ذلك، هذا غريب. هذا يكفي، سأذهب للبحث عن ليو وعلينا أن ننهي عملنا. لا تتضايق يا إبريل، ولكن يجب أن نعود إلى مخبئنا، سوف أجن هنا. لن تذهب إلى أي مكان حتى يعود أخوك، اجلس. يا ويلي هذا ممل، نحن نجلس هنا بينما ليو في الخارج يتسلى وحده. Thank you.
يا أصدقائي، لقد بدأت أشعر بالقلق. كان ينبغي أن يعود ليو الآن. أعلم أنها ستكون سابقة، ولكن أظن أن مايكل محق في هذا. معلم سبلنتر. حسنا، اذهبوا. يا ويلي، ماذا لو حصل له مكروه؟ ليو، ليو، ماذا حدث؟ من فعل بك ذلك؟ سأعرف من فعل بك هذا. لا، انتظر. لقد عاهد شريدر. عاهد السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Leonardo's always in control.
one better. Watch out for Shredder. They're like no others. Teenage Brothers.